إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح العربية فالفضل بذلك يعود لهذا الرجل. صنع أول كمبيوتر عربي بداية الثمانينيات، وتربع على عرش صناعة الحواسيب، حقق أعلى المبيعات ونافس كبرى الشركات العالمية، لكن حلمه اندثر أمام ناظري بسبب البيروقراطية الإدارية والحروب في بلادنا. الأستاذ محمد الشارخ رجل أعمال كويتي ذو رؤية سابقة لزمنها، درس الاقتصاد في القاهرة والماجستير في بريطانيا، عمل موظفا حكوميا حتى نهاية السبعينيات، ثم استقال وافتتح شركته الخاصة، أطلق اسم العالمية على المشروع الوليد، وتخصص المشروع بمجال نادر في الشرق الأوسط في ذلك الزمن، ألا وهو الإلكترونيات. حققت العالمية نجاحا جيدا لتتوسع في السنوات التالية إلى آفاق أخرى. في العام 1982 أطلقت الشركة منتجها الثوري، حينها كمبيوتر صخر، أول حاسوب في التاريخ يستخدم اللغة العربية ويتعامل معها كلغة إدخال. مشاكل أبنائنا الدراسية يحلها كمبيوتر صخر ببرامجه التعليمية. المشاكل العملية يحلها صخر ببرامجه التطبيقية. لأوقات الفراغ برامج صخر ترفه وتثقف. صخر برامج لكل الأعمار والأغراض بالعربية والإنجليزية. كمبيوتر صخر، المستقبل عند أطراف أصابعك. لم يكن الإنجاز سهلا في ذاك الزمان لعدم وجود نظام حاسوبي عربي. استعان الشريخ بالعالم المصري الكبير نبيل علي لتطوير النظام، ثم أوفد طلبة عرب متفوقين إلى الدول المتقدمة على نفقة الشركة، وحصل هؤلاء الطلبة على شهادات عليا بالبرمجة وعادوا لعملهم. ظل كمبيوتر صخر ينمو وتميز ويتطور، وحقق المنتج نجاحا هائلا بالدول العربية، يذكره جيدا جيل الثمانينيات. تم تصنيع عتاد صخر في شركة ياماها اليابانية، واستخدمت الشركة نظام تشغيل MSX التابع لشركة مايكروسوفت، وطورت النظام ليستقبل اللغة العربية، وطرحت أول لوحة مفاتيح عربية، وهي نفس اللوحة التي نستخدمها اليوم بنفس الترتيب. لم تكتفي العالمية بذلك، بل طرحت تطبيقات من برمجتها للجهاز الجديد. أول تلك التطبيقات كان القرآن الكريم، ويعد أول نسخة إلكترونية بالتاريخ للمصحف الشريف. كما طورت الشركة تطبيق السيرة النبوية والعشرات من التطبيقات الثقافية. ظلت الشركة تشهد صعودا بمبيعاتها، وأصبحت من العلامات البارزة بالسوق. برغم كل المعوقات الإدارية وقلة الدعم الحكومي الذي كانت تواجهه، في العام 1990 غزا صدام حسين الكويت، ومعه اهتزت الشركة العالمية. اضطر الشارخ إلى نقل مقرها إلى القاهرة، ما أفقده خبرات هامة عملت معه. تزامن ذلك بإيقاف مايكروسوفت الدعم لنظام تشغيلها، وظل صخر يصارع بين البيروقراطية والحروب حتى انتهى أواسط التسعينيات. وبرغم انتهاء صخر كحلم عربي ومنتج تجاري قادر على المنافسة، ظل الأستاذ الشارخ بشركته المرجع الأول بالتقنية لتطبيقات اللغة العربية. أنشأ عام 2005 أكبر موقع إلكتروني للأرشيف الثقافي العربي. شاركنا، هل اقتنيت كمبيوتر صخر من قبل؟